برنامج توعوي ديني يمس الأسرة والمجتمع والواقع، نفتح به القلوب ونتكلم بمصداقية وشفافية بحوار وموضوعية، نخرج من الصندوق الأسود لعنان السماء، نحاول أن ننقل الناس من التفكير السلبي للإيجابي وبعيدا عن خيوط التطرف وعن شباكها، لنتمثل بأن نكون أمة وسطا. من رحيق الإيمان، من الأحد إلى الخميس، 5:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 4:30 بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي.